برفقة الموسيقى الجميلة والإيماء وجملة من المقاطع المسرحية، أقيم على خشبة المسرح المركز الثقافي العربي في سلمية عرض للباليه والرقص التعبيري والجمباز الإيقاعي. كما تعودنا من المركز الثقافي العربي في السلمية تقديم الشيء المتميز والمتفرد والمتنوع. كان اليوم العرض فرقة الباليه رائع للغاية، تضمن لمدة ساعة وربع تماما الفقرات الإفرادية والجماعية. تنوع العرض بكل تفاصيله بين باليه كلاسيكي وباليه معاصر يحاكي الواقع، وبعض أشكال الأداء المسرحي الراقي مع تقنيات عالية في الرقص ومشاهد تعبيرية متقنة باستخدام خطوات دقيقة ذات طابع جمالي. أنا عرض الباليه حالياً عملته عرض معاصر وعرض كلاسيكي. الرسالة كانت بشعوري كوحدة سورية، كإنسانة سورية، نميت أو بيّنت هذا الشعور من خلال الأغاني، الرقصات، أداء الباليه، كل حركة كل رقصة بتنمي عن شعور بالذات. توصل الفرح والسعادة للعالم وأنشر الباليه بين كل الدول بما أنه هو نادر من نوعه. عرض باليه ومشان نفرحكم وهيك ونحقق أحلامنا. أنا اليوم عملت عرض باليه كتير حلو بيعبر عن السعادة والفرح. خفة ومرونة ولياقة في أداء الحركات تميزت بها الفرقة، وعروض نقية الروح مرهفة الأحاسيس. محي الدين فهد للأخبارية السورية، ريف حماد.